الترتيب العام لجمعية مرايا. طيب كيف سألتيني هذا العرض الفني الموسيقي ديال اليوم كيندرج في إطار برنامج ديال الجمعية ديالنا السنوي اللي كتحاول تنفذه الجمعية بكل ما أوتيت من قوة كل ما أوتيت من إمكانيات ومن جهات. طبعاً إلى شفتوا داخل العرض لكن باقة من المواد الفنية والموسيقية خصوصاً الجديدة والممتعة. كاينة موسيقى القناوة بالأداء العزفاً وأداءاً من الشاب مهدي قاموم الملقب والمشهور بميدي كاموم مشهور ومحبوب في منطقة أكادير، وكاين فرقة نخيل اللي جاتنا من مراكش فيها عازفين مهرة عازفين جهابدة على الآلات الموسيقية منها العربية والعالمية، ومعهم مطعمين من زملائنا الموسيقيين من مدينة أكادير فرقة طرب الروح. سامي أحمد اليوم غادي تقدم طبق جديد وممتع في أغنية عربية، أغنية من صرح الفن الرحباني وأغاني من إبداعات وإنتاجات خاصة بها.